وصلنا لهاد الصفحه هذه، الصفحه رقم 40 اللي هي الجزء الرابع من الدرس ديال حساب مساحه ومحيط المضلعات الاعتياديه. اذا اتمرن وادعم تعلماتي، احسب طول الضلع الملون في كل حاله. نبداو مثلا هنايا، عاطينا المحيط كيساوي 16، المحيط ديالو كامل كيساوي 16، وعندي هنا الضلع فيه 4 والضلع الاخر فيه 5. بغينا نعرفوا هذا الضلع الملون اللي بالاحمر شحال فيه. دونك حنا كنعرفوا بان المحيط يعني كنحسبوا الاضلاع بثلاثة، يعني الا جمعتي هذا مع هذا مع هذا بيعطينا 16، يعني كيكفي اننا ناخذ 16 ونقسم منها 5 زائد 4 هي 9، يعني غتبقى لنا 7. اذا 16 نقسم منها 5 زائد 4 هي 9، 16 ناقص 9 هي 7. الشكل الثاني، المحيط هي مجموع ديال الاضلاع ديالو كاملين، ولكن غير هو حيت هذا مستطيل، يعني كناخذو الطول زائد العرض كنضربو في 2، بمعنى ان هذا راه تضرب في 2. فهم؟ يعني اول حاجه غندير المحيط ديالي بعدا هو نقسمو على 2. دونك نقسمو على 2، 19 على 2 وتعطيني هي 9.5. ياك هاد 9.5 فيها الطول زائد العرض، اذا غنحيدو منها 6 باش نشوف شحال غادي يبقى ليا. بتبقى ليا 3.5 سنتيمتر هي العرض، اذا هي هادي. نفس الشيء بالنسبه لهنا، هي الطول ديال الضلع هذا زائد هذا كنضربو في 2، بمعنى هذا راه تضرب في 2، يعني اولا نقسمو على 2 بيعطيني 10، عاد ديك الساعة نقسم منو 3 بيبقى ليا 7. اذا 7 هي الطول ديال الضلع الملون بالاحمر. وهنايا ان مجموع ديال الاضلاع كاملين كيعطيني 23، وانا هنا شنو عندي؟ عندي 10 و4 و3 هي 17. اذا 23 خصني نحيد منها 17 باش تبقى لي 6. دونك هادشي اللي كان بالنسبه للتمرين الاول. التمرين الثاني، احسب طول الضلع الملون في كل حاله. نبدا ب مثلا مثلث. مثلث شنو كندير؟ خصني هاد الضلع هذا كنضربو في 2 واقسمو على 2، بمعنى المساحه هنا راه تقسمات على 2. اذا اول حاجه خصني نديرها هي نضربها في 2 هي 12، ياك. عاد من بعد دونك 12 هي اش؟ هي هذا في هذا، يعني تقسمها على 2 باش تعطيني هذا. اذا 6 اولا قلنا كنضربها في 2، غنقسم على 2، اذا 12 على 2 هي 6، اذا هذا بتكون فيه 6 سنتيمتر. المستطيل كما قلت، المستطيل مساحته هي الطول في العرض، طول في العرض. اذا ملي ضربت هذا في هذا عطاتني 16، اذا 16 نقسم على 2 غيعطيني هذا هي 8. وهنا عاوتاني نفس الشيء، ضربنا هذا في الارتفاع عطانا 21، اذا شنو هذا العدد غنضربو في 3 ويعطيني 21 هو 7، يعني كتاخذ 21 تقسم على 3 تعطيك 7. هذا التمرين رقم 3 2. التمرين 3، جو كالكول لير دو لا بارتي كولوري دون شاك كا. دونك هنا عطيكم انا استوس، جو ديكومبوز شاك فيغور اي جاديسيون، بمعنى انه مثلا عندنا هاد لا فيغور هادي غادي اشني ديكومبوز، يعني نقسمها من هنا باش يولي عندي هذا بوحدو وهذا بوحدو. دونك هنا طالبين مني نحسب لاغ، لاغ يعني مساحه هاد الجزء هذا وهذا. دونك اولا هذا بين 20 في 6، هذا الا بغيتي تحسبو غادي تاخذ هذه المسافه كلها اللي هي 20 وتحيد منها 15 وتبقى لك هنا 5. ولا بغيتي تعرف هنا شحال غتاخذ هنايا كلها هي 12 وتحيد منه هذا هي 6 غتبقى لك هنا 6. دونك هذا شنو هو؟ يعني تاخذ الضلع وتضربو في الارتفاع 5 في 6 وتقسم على 2. دونك هذه الطريقه اللي غادي نديرو بالنسبه للشكل الاول. قلنا غادي ندير اول حاجه غادي نضرب غادي نضرب 20 في 6، 20 في 6 ياك، زائد بالنسبه لهذا قلنا نضرب 5 في 6 ونقسم على 2، نضرب 5 في 6 او 6 في 5 مقسوم على 2، هذا 120 زائد 15 عطاتنا 135 متر مربع. بالنسبه للشكل الثاني، الشكل الثاني شنو بغينا نديرو؟ عندنا الثاني غادي ناخذ هذا المستطيل كامل، وهاد المرة ماشي غنزيدو عليه هذا، لا، هنا غادي ننقص منو هاد الطريف هذا، مفهوم؟ حيت هذا محيد. دونك هاد الطرف هذا كله عبارة عن مستطيل اللي الطول ديالو 30 والعرض ديالو 15، إذا غنضرب 30 في 15 خصني نحيد منو هاد الجزء هذا. هذا عندنا الارتفاع اللي هو 5، بقى خصني هادي بني غادي نعرفها، عندي هنا 30 هنا 10 وهنا 10، غادي تحيد 30 تحيد من 10 و10 هي 20 غتبقى لك هنا 10. اذا الضلع فيه 10 والارتفاع فيه 5 حيت انا متلازقه امزه زاويه.
مزيان غضرب 10 في 5 وتقسمها على 2، 10 في 5 وتقسمها على 2. اذا كي قلنا 30 في 15 هي 450، نضرب 50 10 في 5 هي 50 تقسمها على 2 هي 25، دونك 450 ناقص 25 هي 425 ناقص 5 هي نعم هي داكشي اللي قلت لي تصاوب واش غلطت. Je calcule l'aire de la partie colorée dans chaque cas. انا نحسب عاوتاني بهذه المساحه هذه. Je complète chaque figure et je retranche. هنا مثلا قال لك تكمل، يعني كتكمل هنا عاد من بعد تنقص. الا كملت شنو بيعطيني؟ بيعطيني واحد المستطيل اللي فيه الطول ديالو هو هذا اللي عندي هنا هي 15 والعرض ديالو هو 8، فهمتوا؟ دونك باش نحسب المساحه ديال هادشي كله غادي ناخذ 15 ونضربها في 8، ها واحد غادي خصني نحيد منه هاد الطريف هذا زائد هذا. لاحظوا معايا مزيان، الا خديت هذا مع هذا بيشكلوا لنا بحال هاد المستطيل هذا، شفتوا؟ هذا الا قلبته جبتو هنا راه يولي عندنا بحال مستطيل، يعني هذا وهذا شي يشكلوا لنا مستطيل اللي قد هذا. هذا شحال فيه من مثلا فيه هذا؟ لاحظوا دايرين هكا بمعنى ان قد هنا قد هنا وفيه هنا كله 8، يعني غتكون هنا 4 وهنا 4 صافي. هاي ركبت يعني هنا 4 بحال هذا بحال هذا، دونك غتكون عندي هنا 4. وبالنسبه لهذا الطريف هذا غناخذو هنايا 15 غنحيدو منها 8 باش تبقى لي هنايا 7. دونك عندي هنا مستطيل شحال فيه؟ فيه 7 في 4، الطول في العرض هي 7 في 4. دونك هي هذه كي قلنا غادي ناخذو 15 غنضربها في 8، 15 نضربها في 8 ونحيد منها 7 في 4 في 4، 7 في 4 120 ناقص 120 هي 92، 92 متر مربع. الجزء الاخر نفس الشيء، غادي نكمل هذا بحال هكا، دونك غيعطيني مستطيل وغادي خصني نحيد منه هاد المثلث هذا، شفتوا المثلث اللي فيه هذا الضلع ديالو وهذا الارتفاع. بغيتي تحيدو على شكل مثلث بتزاد هدا هنا وتردو على شكل مستطيل اللي بان ليك، كاين بزاف ديال الطرق، المهم هو نحصلو على النتيجة. دونك بالنسبة لهذا غادي ندير 20 في 8، شتو 20 في 8 هي هادي 20 في 8، وغادي نحيدو منها هذا الجزء هذا. أنا اش درت هنا؟ خديت اعتبرته كمستطيل بمعنى هذا قلبته هنايا، شتو غيعطيني هنايا كمستطيل في هذا وهذا كمستطيل. الطول ديالو هو 4 × 10 والعرض ديالو هو 4، شتي 4 × 10، إذا 160 ناقص 40 هي 120 متر مربع. مزيان، تيبقى لينا غير خلاصة ونتائج هنايا. بمعنى شنو شفنا؟ هضرنا على مساحة ديال المثلث، كناخدو القاعدة وكنضربها في الارتفاع وكنقسم على 2، كنقولو النصف جداء القاعدة والارتفاع الموافق له. والمحيط يعني كتحسب مثلا ا كتزيد عليها بي كتزيد عليها سي، هاي البيريمتر كيساوي ا ايكال ا بلس بي بلس سي، بيريمتر دو تريونكل. لير دو ريكتونغل، الريكتونغل هو المستطيل، دونك كنضرب بوغ لا سيرفاس ولا بالنسبه ل ا، شتي هنا يدير اما اس ولا ا، كتساوي ال، ال معناها هي الطول في ال صغيره معناها العرض. محيط المستطيل، المحيط هو بي، يعني كندير مثلا هذا زائد هذا وكنضربو في 2، هذا بحال كنضرب في 2، الطول زائد العرض في 2. المربع يعني الضلع في الضلع، اس كتساوي الضلع في الضلع هي الضلع اس 2، غتشوف هاد القضية ديال اس 2. جداء الضلع في نفسه، وهنا محيط المربع يعني كناخدو الضلع وقلنا منو 4 المرات، هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا، يعني 4، هذا مضروب في ا في 4. المتوازي الأضلاع، مساحته هي القاعدة في الارتفاع، والمحيط ديالو هو نجمع بي زائد أ ونضرب في 2، بي زائد أ ونضرب في 2. لوزونج راه قلتني لكم مثلا تنعتبر هذا هو الطول ديال واحد المستطيل وهذا هو العرض ديالو، إذا تناخذ القطر الكبير مضروب في القطر الصغير، د كبيرة في د صغيرة، القطر الكبير في القطر الصغير مقسوم على 2، نصف جداء القطرين. والمحيط يعني أصلا عندنا أ معاودة 4 المرات، حيت نفس الضلع، يعني أ في 4 أ. شبه منحرف، شبه منحرف لا كيتسمى الترابيز. دونك بالنسبة للمحيط ديالو كتجمع أ، هاد كتجمع شنو دايرين هنا؟ سي زائد بي كبيرة زائد دي زائد بي زائد دي، ولا كي شوف هنا كي كاتبينها، يعني أ زائد بي زائد سي زائد دي. المهم
احنا المهم احنا هو الفهم واش ممكن. بالنسبه للمساحه لا، كناخذ القاعده كنزيد عليها القاعده الصغرى، القاعده الكبرى زائد القاعده الصغرى، كنضربهم في الارتفاع، ب كبيره زائد ب صغيره، القاعده الكبرى زائد القاعده الصغرى مضروب في الارتفاع مقسوم على على 2. نعم، دونك هذا فيما يخص الدرس هذا كامل، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، والى الملتقى ان شاء الله. الله يعاونكم.